ستين فلفل اسود بهارات مشكل فلفل احمر خضره هذا اسمه garam masala. garam masala يعني قرفة حال مسمار كل سواد خضرة هذا تيب وهاي توم جنجبي هيد واحد هيد هذا خضرة نسا طحين أبيض الحين أنا سوي أول شيء دجاج مشكل تيب شو كيف سوي ركب هذا garam masala شوي وبعد شوية فلفل أسود هذه بهارات مشكل طيب واحد ما لقاتي هذا شوية كم كويس هذه فلفل بهارات واحد ما لقاتي شوف ثوم جنجبي طيب واحد اثنين وهذه ما لقاتي صغير رقم اثنين ونص بعد بس هذا الليمون خلي هذا الليمون عصير خلي الملعقة طيب خلي الملعقة كده سوري هذا مشكل أول شيء هذا مشكل خلي هذا بيض ونص خلي بيض كامل خلي نص بيض خلاص شوف نص كده خلي هذا خضرات مشا ثلاثة مرات ثلاثة مرات طحين شوي مشكل كويس باي خلي هذا اسمه قريب اطلقه طيب كان اللي حصل كويس ما حصل مو لازم طيب عشرة دقيقة وشكر خلي عشرة دقيقة بعدين نسوي هذا المقلي طيب انا اشوفها حار لما في حار اي خلاص شوف بدي في حار طيب لا تسوي مرة حار يعني حار وصل طيب خلي هذا واحد واحد حبة واحد طيب شوف هذا جاهز طيب خمس دقيقة شوي مغلي خمس دقيقة خلي النار خفيف لا تخلي النار زيادة شوي دقيقة كذا طيب هذه نسوي ديكور طيب هذا بصل خلي كده هذا حبة واحد طماطم هذا طماطم شيل
واحد خيار. الدجاج 65 جاهزتين. مثلا ممكن تبى صوص حق كاتشب ولا فلفل، حصل هذا محل شيل كاتشب وصوص وخلي فوق سلطة خضروات كله بصل وطماطم وخيار. طيب وخلي الدجاج كده شيل دي شغل كويس. طيب خلاص مثلا بقول هذا الدجاج 60. طيب كيف انا اسوي، كيف اسكب البهارات، انت كله شوف. طيب ان شاء الله انا بكره لبعد بكره انا اسوي اكل ثاني جديد ان شاء الله. مع السلامه.